ملايين الناس بتشوف هو يبحث عن مشاهدة في روحانية هو ونصير نفكر شوية لا نكون أغبياء نصير مثل ذلك اللي حطوا له الجزرة قدام عيونه وهو تابع الجزرة يتبع الجزر لغاية ما تقع في الحفرة يشوفك من بعيد يقول لك السلام عليكم وينصرف لأن نورانية لن وضعك. تجعله يقترب منك ومن قام بهذه الفائدة كما ذكرت لابد أن يرى رؤيا خير مش قادر يسوي حاجه يريد ان يقوم بشيء لا يستطيع لانه عنده تلك حجاب الهوام وحجاب من الارواح السفليه وحصن وحمايه من شياطين الانس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كل مره اقوم فيها سواء بكتابه موضوع اكتبه في المنتدى او نقوم بانشاء فيديو على قناتنا في اليوتيوب عن هالاشياء الخاصة بالموانع والعوارض والعكوسات مباشرة بعد هالموضوع او هذا الفيديو تجينا على من الاستفسارات احبابنا كثير الحمد لله رب العالمين يستفسرون ويسألون يقول لك طيب الفائدة هذه هل فاعليتها يعني مباشرة او يلزمني اقوم بها وانتظر يومين ثلاثة اربع ايام بعدين تيجي الفائدة او تيجي تلك النتيجة التي انا انتظرها او هل هذه الفائدة التي انت ذكرت صالحة فقط للمصاب بالعين او اللي عنده موانع او عنده عوارض او عنده عكوسات او اللي صالحة كذلك لمصاب بالسحر او مصاب بالحسد فقل يا احباب الله مسألة العين والحسد والسحر تحاول اياد خفية اللعب فيها يقول لك لا احنا في القرن العشرين والاشياء هذه لم تعد موجودة ولم تعد متوفرة واحنا الناس يعني صارت صاحية والناس تقدم والحياة العلمية الجديدة والطب تقدم والخربطات هذه كلها على اساس ان احنا نشيل هذه الاشياء هذه من العقيده بتاعتنا ما فيش اصابه بالعين ما فيش اصابه بالسحر ما فيش اصابه بالحسد في امراض نفسيه بجيجي يلزمنا نروح عند الطبيب نعالجها خذ كيماويات خذ ادويه طيب شركات الادويه تشتغل على نفسها ولكن نحن بشر لسنا اله لسنا روبوت حيحط شويه زيت وشويه كهرباء وحنشتغل على المزاج بتاعهم لا البشر رغم التقدم العلمي اللي موجود يقولوا هم انه موجود انا لم ارى اي تقدم يعني التقدم في السلوكيات الخبيثه التقدم في الاشياء الحسنه تقربنا الى الله سبحانه وتعالى لم نجد مثلها انا بس التقدم عندي في التليفون اللي انا بتكلم منه الحين اتواصل معكم في في اليوتيوب الخربطات هذه كلها فهذا شيء حسن اراه شخصيا شيء حسن في حدين الحد الاول إذا أنت استفدت من هذه الأشياء فهو حد حسن أما إذا جاءت الأشياء هذه اللي بيحطوا الناس والتليفون وهل اليوتيوب وهل التواصل الاجتماعي جاتك بالنحس والنكسة والخراب فأنت رحت على الشق الثاني من الفائدة يعني صار عليك الأشياء كلها نحس فقلت ان في هناك ايادي خفية تحاول ان تلعب في هذا الباب هذا يقول لك لا ما فيش حسد ما فيش عين ما فيش سحر ما فيش ملائكة ما فيش شياطين ما فيش كذا حتى الاله يقول لك ما فيش الناس صارت ايه عشان البرمجة العقلية والاشياء هذه بتيجي بشويش بشويش يعني هم بيشتغلوش ضرب لزق زي ما يقولوا اخوان المصريين ولكن هم يشتغلون ها على مدد معينة يقول لك خمسين سنة واحنا مش على هذا الباب هذا لغايه ايه ما نمسحهم من العقل بتاع الناس يعني الجيل الجديد اللي حيطلع هو اللي يكون العقل بتاعه ممحي منه كل الاشياء هذه وكذلك هم سيشتغلون على اساس ان ما فيش قران حيفضل بعدين يعني هم يحاولوا النسخة الورقية كما أخبرني أحد الأحباب يقول لك النسخة الورقية لن تعود متاحة في 2030 ستصير فقط النسخ الرقمية النسخ الرقمية يعني لو نزلت السيرفرات طفت السيرفرات في العالم كله النسخ الرقمية كان الله به يقول لك اتمسحت من السيرفرات بتاعنا ما فيش نسخ يرفع القرآن سبحان الله الشيء هذا أراه حيكون بعد 20 30 أربعين سنة لن تجد هناك نسخة القرآن حتصير ايه هذه النسخة محرمة كذلك يقول لك لا 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 هذا شيء قديم شيء أكل عليه الزمن والشريف ربما يسووا أو يصنعوا قرآن جديد دستور جديد يقول لك هذا قرآن هذا دستور هذا منهاج امشوا عليه وهي ماشية يعني الحكاية هي عبارة عن برمجة عقلية والبرمجة العقلية هي فقط تمشي على ضعفاء الايمان اللي عنده الايمان بتاعه ضعيف والنور بتاعه ضعيف والاتصال بتاعه تلك الطاقه النورانيه تكون جوات قلبه تكون في العقل بتاعه تكون منطفئه هذا الشخص هذا يبلع الطعم بسرعه يمسكونه من الخلشوم بتاعه يطلعونه هو بالطعم بتاعه بس الاشخاص الذين لا يستطيعون انهم يتصيدوهم هم الاشخاص اللي عندهم ايمان الاشخاص اللي عندهم ايمان الرجال اتكلم على الرجال لا اتكلم على الإماعات على اشباه الرجال اتكلم على الرجل المؤمن اللي عنده ايمان في القلب بتاعه والايمان بتاعه ظاهر عليه لا اقول لك انا بصلي وبعدين هو مخربط في الدماغ بتاعه لا اتكلم على الرجال ان شاء الله تعالى هؤلاء الرجال لا يزالون موجودين فوق هذا البسيط لا يزال منهم في الأمة الإسلامية كثير بأمر الله تعالى فأقول يا الغالين الإنسان اللي هو مصاب باستحواذ سفلي أن يكون لديه تخبط تخبط هو إنسان يصرع يسمى إما ممسوس أو ملموس اللي عنده روحانية خفية طاقة خفية جوات الجسم بتاعه داخل جسده يحس بهذه الطاقة هذا إما يكون مصاب بأرواح سفلية أو عنده طاقة علوية روحانية الطاقة العلوية الروحانية والأرواح السفلية شيء موجود لا نقول هذا الشيء يعني أبو شايم بيخرف خربط لا لا الأشياء هذه موجودة ونحن نؤمن بوجودها وستبقى موجودة الانسان اللي عنده الطبع الهوائي يكون سريع الاصابة بالعين يصيبوا العين بسرعة يصيبوا الحسد بسرعة يكونوا تأثره كبير بالأشخاص اللي يعطون تلك الطاقة الحاسدين الحاقدين في أشخاص عندهم حقد كبير جوات القلب بتاعهم يحقد عليك لا يعرفك ولا تعرفه ولكنه حقود يصير يحقد على الإنسان حتى لو كان لابس أشياء بسيطة على هذا الاساس في ناس سبحان الله تبين البيوت بتاعها في اليوتيوب وفي الانترنت وفي هذا وفي بوز بيتي هنا وهذا منزلي وهذا هذا الاشخاص يعني هم بيجهزوا انفسهم لاولئك الحاقدين انسان عنده حقد في القلب بتاعه حيضربك حيشلك هذا الشيء هذا حيكون حاصل ولو طال الزمن انسان اللي يبين الرزق اللي اعطاه ربي سبحانه وتعالى يبين بيته بين المتاع اللي عنده جوات البيت ناس تبين يقول لك انا عندي وعندي واشتريت ومش عارف ايه وخربطت كل الاشياء اللي عنده في البيت بتاعه يوريها للناس في, في ملايين الناس بتشوفه ويبحث عن مشاهدات في اليوتيوب ولكنه يعري نفسه الانسان اللي يعري نفسه اقسم بالله الحاقدون والحاسدون واهل العين واهل الشر واللي عندهم ذلك الغليان في القلوب بتاعهم راح يصيبوكم راح يصيبوكم مهما طالت المدة سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات ولكن ستكون الضربة قاسية وقاسمة وقطعة فاحذروا بارك الله فيكم وعليكم الإنسان يشارك الحياة بتاعه برا البيت مش جوات البيت بتاعه يشارك الحياة بتاعه في أشياء لا علاقة لها بأولاده ولا علاقة لها بمكان سكنه ولا علاقة لها بالأشياء اللي ممكن تجيب عليه تلك الطاقات السلبية الى داخل بيته تخرب له بيته وجالس يضحك ومبزوط وفي الاخير سبحان الله يصير عنده ذلك المشاكل والمشاكل هذه لا اقول هذا الشيء من فراغ اقول فقط كلام عابر لا 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 اقسم بجلال الله تواصلون معي ناس يعني عندهم مشاهدات بالملايين يتواصلون معنا اقسم بالله يشتكون يعني فيه اللي اصابه نحس في الصحه بتاعه فيه اللي اصيب آه في رزقه فيه اللي اصيب في حياته حياته كلها تشللت يعني صار عنده شلل في الحياه بتاعه كلها وفيه اللي تشلل من رجوله الله يكتب الخير هذا احببت ان انبه اذا اردت ان تاخذ بكلامي او تاخذين بكلامي خذي به بارك الله فيك اذا كان هذا الكلام لا يعجب هذا شيء يخصكم لا علاقة لي به أنا فقط دخلته أو جئته من باب فذكر إن نفعت الذكرى إن الذكرى تنفع المؤمنين فلكي نزيل تلك الطاقة السوداوية علينا أو على أولادنا أو على مثاعنا أو على بيوتنا أو على ما نملكه فيجب علينا أن نكون أذكياء أول شيء في التعامل معها الحياة وثاني شيء يجب ان نكون ربانيين يكون عندنا ذلك النور في قلوب بتاعنا في روحانيتنا ونصير نفكر شويه لا نكون اغبياء نصير مثل ذلك اللي حطوا له الجزره قدام عيونه وهو تابع الجزره يتبع الجزر لغايه ما تقع في الحفره فالموانع والعوارض هي عباره عن طاقات سلبيه الجسد بتاعنا بيمتصها يقوم بامتصاص هذه الطاقة السلبية يعني لو جاك واحد عنده طاقة سلبية عنده طاقة غير كويسة الجسم بتاعك يتفاعل مع هذه الطاقة التي هي أصلا خارجة أو نابعة من شخص آخر أو من مكان ما فهذه الطاقة تنبع من أشخاص بيخرجوها بيصدروها بيعطوها لأشخاص ثانيين ممكن هذا الشخص هذا يكون ماشي في الطريق عنده طاقة محيطة به الجسم بتاعنا يقوم بامتصاص تلك الطاقة من الأشخاص اللي يقومون بإنتاجها ومن الأماكن اللي فيها أصلا طاقة سلبية معنى يمتصها من الأشخاص يكون فيه في هذا الكون فيه بشر هذا البشر كما قلت يوزع طاقات سلبية يوزعها عبر أفكاره يوزعها عبر كلامه يوزعها عبر أفعاله او حتى عبر الجسد بتاعه سبحان الله حتى الريحه بتاعت هالاشخاص هادو حتلاقيها ريحه غير كويسه ريحه سبحان الله غير طبيعيه شيء غير طبيعي وتلاقي حتى الكلام بتاعه تجلس قربه يصير تتكهرب لانه عنو... انه كهرباء في الجسم بتاعه يكون هذا الجسد بتاعه او الجسم بتاعه متشيط، موصل للطاقات السلبيه يوصلك تسلم عليه فقط تلمس يدك يده يصير ايه يمرر لك تلك الطاقات السلبية هذا إذا لم يكن الشخص لديه طاقة ربانية لو كان عندك طاقة ربانية وكنت من أهل الله وكنت من أهل الخير وكان عندك ذلك النور في قلبك وفي جسدك وفي روحك يجي عندك واحد عنده طاقة سلبية لا يستطيع يسلم عليك، يشوفك من بعيد يقول لك السلام عليكم وينصرف، لأن نورانيتك وطاقتك وروحانيتك والأملاك اللي معاك بأمر الله سبحانه وتعالى لن تجعله يقترب منك. هذه الطاقة السلبية تكون عند بعض الأشخاص لو استمرت معاهم تفضل معاهم تفضل معاهم يصير إما شيطان بشياطين الانس او سيدمر نفسه فيها وفيه سبحان الله اللي يوزع تلك الطاقات السلبيه يوزعها فقط عن طريق لسانه كلامه سبحان الله كله شكاوي كله يشتكي على الناس يلتقي مع هذا يصير يشتكي عليه تقي مع هذه الشتة يصير يشتكي عليها يصير كل ما رأى شخص يشتكي عليه أنا رحت الطبيب أنا عندي مرض راسي أنا عندي ألم مستمر أنا أولادي سقطوا في المدرسة أنا تقاتلت مع زوجي كسرنا المطبخ كسرنا الحمام كسرنا التليفون حطلق حيصير يعني كل كلام في كلام في سلبي في سلبي ويصير عنده في تلك المقارنة زوجك ليس مثل زوجي ويا بيتك ليس مثل بيتي وعشك ليس مثل عشي وانت سعيدة ومبسوطة وغيره من الكلام فهذا الكلام كله عبارة عن طاقات تخرج من بعض القلوب وتكون مشحونة بتلك الطاقات الطاقة السلبية تضرب الشخص الثاني اللي يسمعها ويستقبلها تشتت له بيته الإنسان اللي يشكي عليك هذا الإنسان أول ما يبدأ يقول لك أنا قل له السلام عليكم أنا عندي موعد روح اهرب لأن لو نزل عليك تلك الشكايات هو حتروح يعني مليان بالطاقات السلبية لأنهم يعانون وهذا أقول الأشخاص تلاقيهم سبحان الله معطوبين روحانيتهم معطوبة ولا يرتاح إلا لما يشوف الناس الثانية معطوبة لا يرتاح أبدا إلا لما يصب تلك السوداوية بتاعته على الأشخاص الآخرين والأشخاص الذين يستمعون لهم يقوم جسدهم وعقلهم وروحانيتهم والطاقة بتاعتهم تقوم تمتص تلك الطاقات اللي يخرجها هذا الشخص هذا يستمد عدد كبير من الطاقة السوداوية من هذا الشخص هذا وهذا الشيء هذا ينقلب عليه في حياته يصير واحد تلتقيت مع واحد يشتكي عليك تروح على بيتك تصير تقاتل انت وزوجتك تقاتل انت واولادك تصير عندك خلقك ضيق فهذا الشيء هذا الشكايات بتاع الأشخاص الإنسان اللي, اللي بيسمع لها تجيب له هم وتجيب له غم وتجيب له عوارض وتجيب له عكوسات وأنا شفت قناة في المغرب ما شاء الله تجيب كل المشاكل بتاع العالم كله تحطها فوق الناس والناس تشوفها بالهبل ملايين بيشوفون هالقناة هذه يعني هالأشخاص هذا بيستمدوا يستمدوا تلك الطاقات السلبيه من حياه الاشخاص، يتبعونها يستمدوا منها وبعدين حتلاقي كل المجتمع سبحان الله مقلوب راس على عقب، عندهم موانع عوار عكوسات فيجب فعلا الابتعاد والحذر من هذه القنوات ومن هذا النوع من البشر. بشر اللي يجي عندك ويصير يشكي عليك قول له السلام عليكم روح اشكي على واحد ثاني انا مش فاضي تشكي علي. اما الاماكن. شايف الاماكن التي ندخلها ونزورها فغالبا نسبة تسعين بالمئة تكون هذه الاماكن مكهربة يكون فيها كهرباء روحانيتها مش كويسة يكون فيها طاقة مشحونة طاقة سلبية غير جيدة خصوصا ان كانت هذه الاماكن بيجلس فيها اشخاص فيها أشخاص تستقبل الناس مثل المقاهي مثلا مطاعم أو أي تجمعات يكون في أزيد من سبعة أشخاص هذا المكان سبحان الله يصير مشحون يا تكون في طاقة سلبية أو تكون في طاقة إيجابية فلنفرض أني أنا جلست في مقهى المقهى هذا الرواد بتاعه أو الزوار بتاعه أو الزبناء بتاعه سيئو السمعة في مكان في ناس بتجلس فيه بس المقهى هذا الناس بتاعه سيئون السمعه ما عندهمش ثقافه ما عندهمش تاهيل روحانيتهم خربطه ويتشاجرون ويتراكلون في تلك المقهى فانا كواحد من الزبناء بتاع هذا المكان ساستمد منهم تلك الطاقات حصير اصلا مثلهم حصير حن العقل بتاعي في حيوان كذلك مثل هؤلاء الاشخاص لأن طاقاتهم ستنعكس علي سلبيا على تصرفاتي وعلى أفعالي الكلام اللي بيقوله سينعكس علي سينعكس على طاقاتي وعلى أفعالي وعلى تصرفاتي حصير أصلا حصير مخربط في الدماغ بتاعي وبالتالي المقهى مثلا في مقهى إيه تجد فيها أهل الحرف الناس اللي بتجلس تتكلم فقط في الحرف وهذا بناء وهذا صباغ وهذا بيسوي ألمنيوم وهذا بيعمل مش عارف إيه هتلاقيها هذه المقهى هذه الطاقة بتاعتها آآ طاقة آآ موحدة أو المقهى اللي يجلس فيها الصماصرة تلاقيها مقهى معروفة يقول لك هذه مقهى بيجلس فيها الصماصرة تلاقيهم فقط يتكلمون عن الكراء والشراء والبيع ومش عارف ايه فهذه الطاقة مشتركة ما بين هؤلاء الاشخاص وغيره نرجع للموضوع ان شاء الله وأقول اعطيكم الفائدة الربانية فائدة عظيمة وهي التحسين بإذن الله تعالى بأيات الكرسي عظيمة هذه الفائدة لمن هو مصاب بالمس الشيطاني مصاب باللمس باستحواذ الارواح السفلية خصوصا تلك الارواح المعروفة بالارواح العاشقة او المعتدية بالتحرشات والاذى كيف نقوم بهذه العملية او هذا التحصين باذن الله يوم الاثنين بعد صلاة العشاء الاثنين كان في اول الشهر العربي كويس كان في اخر الشهر العربي جيد هذه الفائدة لا يحكم عليها أول الشهر العربي وآخر الشهر العربي فقط يوم الاثنين إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نصلي الشفع ونقوم بالفائدة وبعدها نصلي الوتر أي إننا سنقوم بالفائدة ما بين صلاة الشفع والوتر وقبل أن نقوم بالفائدة نغسل الجسم بتاعنا ذاك اليوم اللي حنقوم فيه بالفائدة نغسل الجسم بتاعنا بماء نقيه ونمسحه بالمسك يعني نخلط شوية ماء ومسك ونمسح به الجسم كله وبعد صلاة الشفع نستقبل القبلة نشعل شمعة بيضة نطفي الكهرباء بتاع البيت ونبدأ في قراءة آية الكرسي آية الكرسي نقراها 21 مرة وفي الوقت اللي حنصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حنكررها وسبعين مرة إلى أن تصل في تمام القراءة إلى 21 مرة وتختم بصدق الله العظيم وتمسح على الوجه بتاعك وتمسح على الصدر بتاعك فاعلم باركك الله تعالى أن هذه الطريقة هي طريقة مذمرة للمس العاشق من الأرواح السفلية المدمومة ومذمرا كذلك للمس المتلبس ذلك المس اللي يكون متلبس بالشتات او الخراب او يكون متلبس بالدماء يصير يجر صاحبه يقول له سوي لي ذبايح وسوي لي مش عارف عيد بحري خروف ذبح دجاجه ان هؤلاء الاشخاص اللي يقومون بهذه الافعال في اشخاص اخرون يعتقدون انهم اذكياء يقول لك لا دول اغبياء لا ليسوا أغبياء يا الطيب يا الذكي ليسوا أغبياء ولكن هؤلاء الأشخاص عليهم أرواح طاقات سفلية أرواح سفلية لا يتحكمون في أنفسهم هم يسمونه مجدوبين لهذا العالم مجدوبين نطلب لهم العفو لا نقول هؤلاء أغبياء وإحنا أذكياء لا لا نطلب العفو لهؤلاء الاشخاص نطلب له نطلب لهم الشفاء ان شاء الله تعالى هذا الحال لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى في الناس الدنيا في احوال كل واحد وعنده طريقه الجد بتاعه كل واحد وعنده طريقه الحمق باللي عنده في دماغه كل واحد وعنده تلك الطاقه اللي عنده تتحكم فيه الطاقه ليست واحد طاقه نور وطاقه ظلام في طاقات كثيرة جدا فيه الطاقات اللي تجيه فنان فيه الطاقات اللي يجيه مش عارف فيه كل حاجة عندها البلاء اللي بيتبعها فنطلب من الله سبحانه وتعالى العفو على هؤلاء الاشخاص العفو والعافية في, ال في الاجسام وفي الروح بتاعهم في الطاقة بتاعتهم تكون تلك الطاقة النورانية تتجدد بإذن الله يصير عندهم أملاك نورانية ربانية فمن قام بهذه الفائدة كما ذكرت لابد أن يرى رؤيا خير بصير عنده تلك الرؤيات الربانية اللي هي رؤية الخير رؤية النور تبشره بنهاية معاناته تقول له المعاناة بتاعتك بتنتهي حيشوف فيها طاقة نورانية يشوف فيها أهل الله يقفون عليه يقفون عليه خدام بتاع آية الكرسي بإذن الله سبحانه وتعالى يراهم منامة يقفون عليه شوفهم قل انتهى الموضوع بتاعك طابع بتاعك ختم الورقة بتاعتك اتختمت انتهى الموضوع بإذن الله والأمر هذا معدود ومجاز أجدكم فائدة دائما بآية الكرسي الشريفة آية الكرسي من كتبها أخذ صحن نقي أبيض جديد لم يسبق استعماله وكتبها بماء الورد والزعفران كتبها في الصباح يوم الأحد أول من الشهر العربي عند شروق الشمس الكتابة دائما تكون أول الشهر العربي لما تريد أن تكتب شيء أول الشهر العربي ماء ورد وزعفران هذا الشيء اللي بيتشرب أو الشيء اللي بيمسح به الجسد بعد الإنتهاء من الكتابة بخر هذا الصحن بخره بخور طيب الرائحة ولفه في توب أبيض بعد كده اتركوه الى ما بعد صلاة المغرب صلي صلاة المغرب اخرج هذا الصحن وامسح ما كتبت امسحه بلتر من الماء الماء هذا خذوه من ماء عين ان لم تجد ماء عين او ماء بئر خذوه من الماء المكتوب عليه ماء معدني طبيعي هذا كله يكون من مياه العيون بيجيبونه من مياه العيون يقول لك ماء معدني طبيعي مش ماء الماء اذا اضيف الى هذا الماء هذا اللي مسحنا به هاي الكرسي المكتوبه على الصحن سبع حبات من القرنفل وسبع ورقات من الحنة وسبع ورقات من الريحان وسبع حبات من النبق وسبع ورقات من السدر حطوهم على الماء حطوه في القارورة بتاعته واخلطه جيدا وقرأ عليه آية الكرسي سبعين مرة هذا الماء الصباح شرب منه كاس وفي المساء شرب منه كاس لمدة ثلاث أيام فوالله سترى تغيرا كبيرا في حياتك العكس والموانع والعوارض حتلاقيها و... كلها تزال بإذن الله وتدمر وتحول بإذن الله إلى سعد ونجاح يصير عندك الخمول في إنسان يكون عنده خمول مش قادر يسوي حاجه يريد أن يقوم بشيء لا يستطيع كأنه عنده تلك الطاقه بتاعته محبسه. حتى لو اراد ان يقوم بمشروع او غيره يجده في مش قادر الروحانيه بتاعته وقفت طاقته موقفه والتفكير بتاعه يصير سلبي في هالباب هذا فان شاء الله تعالى اذا قمنا بهذه الفائده سنخرج من ذلك الباب خمول الكسل الى النجاح والنشاط والحركه ومن العوارض والمرض الى النور والشفاء وسيتغير حالك وسيزول بابك من عريض ومانع وعاكس ومعكس حتى المرض والكسل والمس العاشق والمستحوذ سيزول باذن الله ببركه هذه الفائده وهي ماذونه من الصدور ليست من الصدور نزيدكم فائده ثانيه بآية الكرسي المباركه اجلس جلسة صلاه بعد ما تصلي تنتهي من صلاتك اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات انفخ على يمينك، اقرا اية الكرسي ثلاث مرات وانفخ على اليسار بثاعك اقرا اية الكرسي ثلاث مرات وانفخ خلفك، واقرا اية الكرسي ثلاث مرات وانفخ في الاعلى وكذلك تقراها ثلاث مرات وتنفخ في الاسفل، فإن من فعل هذه الطريقة لا احد يقدر عليه من خلقه، يكون في حصن حجاب من المؤذيات وحجاب من الهوام وحجاب من الارواح السفلية. وحصن وحماية من شياطين الإنس وشياطين الجن بقدرة الله تعالى وهذا بالتجريب الصحيح فأنا أقول لك حاجة شايف هذه التحصينات اللي أعطيتها لك خذ منها التحصين اللي يعجبك قم به فقط سطر العجب العجاب من تصاريف آية الكرسي آية الكرسي هي من الآيات النورانية القوية اللي عندها نورانيتها وطاقتها وربانيتها أهل السبحة وأهل الذكر يحسون أول ما يقرأ آية الكرسي يقول لك في إحساس. في عندي طرق عندي. في كذا، أحس ببرودة، أحس بكذا. هؤلاء أهل الله. عندهم تلك الطاقة النورانية. عندهم أملاك نورانية قريبة منهم بإذن الله. أكتفي بهذا القدر اليوم بأمر الله تعالى وأقول أحبابي في الله تقبلوا محبتي وتقديري. وأخيراً أقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.